في الحدث الماتش. زميلنا العزيز احمد عبد الصمد موجود دلوقتي في الماتش ومن مدرجات المشجعين المصريين بالكاميرون وماتش مصر والسنغال. احمد انقل لنا ما يحدث، المايك معاك يا مولانا. يوسف، يمكن زي ما انت سامع هتافات المشجعين المصريين هي يعني اللي بتسيطر على المشهد هنا. يمكن الهتاف الاعلى دلوقتي اللي بيردد حاليا هو يا رب، كل المشجعين المصريين دلوقتي بيهتفوا هتاف واحد بس، يا رب، وتحديدا بالهجمه الحاليه اللي كانت موجوده لمنتخب مصر على منتخب السنغال. لكن يعني للاسف راحت مننا الهجمه دي. خليني اقول لك سريعا يا يوسف، يمكن المباراه بدات بدقيقه حداد على روح الطفل ريان المغربي. الله يرحمه طبعا. ويمكن كان الملفت للنظر ان مش فكره اللعيبه بس هم اللي افتكروا ريان، لان الجمهور ايضا كان يعني معاه صور، والصور دي بدا يرفعها في المدرجات الجمهور المصري للطفل ريان، يعني تحليدا لذكرى. وفي نفس الوقت يعني وكان الانسانيه كلها اجتمعت في مباراه اليوم ومنذ 5 ايام مضت على يعني حب هذا الطفل، ربنا يرحمه طبعا. احمد، انا اصلا بصراحه شفت صورتك، يعني انا شفت صورتك وشفت فيديو وانت بتحمل ايضا الصوره بتاعه ريان، وفرحت جدا، وخدت بالي ان كمان تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين كمان، يعني في منهم البعض موجود هناك ورافعين صوره يعني ريان وحاطين وداعا ريان، جمهور حتى ما كانش مهواش من التنسيقيه، جمهور من المصريين اللي سافروا برضو رافعين في احساس واهتمام. خلينا نقول لك ان جمهور السنغال جم خدوا منا صوره ريان عشان يطلعوها هم كمان في مدرجاتهم. الله، يعني مش فكره بس شباب التنسيقيه، فعلا يمكن هم اللي بدروا وهم اللي رفعوا او اوائل الناس اللي رفعت صوره الطفل. لفته رائعه ريان، ده حقيقي، ويعني دايما احنا متعودين منهم على كده، وان كانت انا شهادتي فيهم مجروحه يعني مش عارف. لكن الصوره ما تداولت زي ما بقول لك في الاستاد كله وفي كل المدرجات، سواء كان من جمهور السنغال او جمهور الكاميرون اللي النهارده بينضم كمان للجمهور المصري في المدرجات، في حاله من الفرحه الشديده جدا يا يوسف. يمكن الرجل المباراه حتى هذه اللحظه بنتكلم على ابو جبل جبسي اللي شايل يعني مجهود وعامل شغل رائع جدا في المباراه. انا عارف ان انت فايتك كتير قوي اللي انت مش بتتفرج دلوقتي يا يوسف، لكن المباراه تحديدا في الشوط الثاني المنتخب المصري يعني بيضغط شويه في الاداء، لكن التعادل حتى الان هو سيد الموقف. بس ان شاء الله بدعوات المصريين وهتافاتهم. انا بس عايز استاذن زمايلي في فيديو لطيف كده، ده اللي احنا كنا شفناه وانتوا رافعين الصوره بتاعه ريان، عايزهم يعرضوها. هو ده اللي انا شفته اهو. عبد الصمد منورنا يا عبد الصمد، اهو حاجه تفرح. طب هنا احمد قول لي، يعني لحد دلوقتي الماتش اخباره ايه؟ انا ما كنت حتى الان زي ما قلت لك، يمكن التعادل هو سيد الموقف في المباراه بشكل عام. يمكن كان في خطر كبير جدا على يعني المرمى المصري في ضربه الجزاء اللي اتحسمت من اول 5 دقائق تقريبا. لكن جبسي ابو جبل كالعاده تالق وقدر اللي هو يشيلها، ويعني مشيت المباراه بشكل يعني خلينا نقول متكافئ، لان انا شايف الضغط موجود بين الطرفين، وان كنت انا مش محلل رياضي بحت يعني، واكيد انت عارف المعلومه دي. لكن الاداء بشكل عام مرضي جدا 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 لكل الجمهور اللي موجود، في حاله من السعاده اللي بتعتلي وجوه كل المشجعين المصريين اللي موجودين في الاستاد. بنتكلم على الشوط الثاني خلاص تقريبا، احنا يعني قربنا دقايق برضو اللي احنا نخلص او يخلص الشوط الثاني. بنتمنى ان احنا نحسم المباراه قبل ما نروح لضربات الترجيح، يعني زي ما شفنا في ال3 مباريات الاخيره اللي كان وشها وش سعد على المنتخب المصري. طب احمد، قبل ما اقفل معاك، انا ملاحظ انه المدرجات وتحديدا يمكن حتى السكشن او القطاع اللي انت موجود فيه، انا شايف الجمهور المصري ومعاه جمهور ايضا من اشقائنا الافارقه، والتشجيع حلو ولذيذ، واضح ان في روح حلوه. يعني قلت لك يا يوسف، يمكن الفكره هنا مش فكره مشجعين مصريين بس، ولكن الاعداد المصريه هنا كبيره جدا. انا بتكلم على الاف من المصريين اللي موجودين بكل بقى فئاتهم وكل انتماءاتهم
في عندنا طياره كامله موجوده للمتطوعين من حياه كريمه، مش بس شباب التنسيقيه اللي موجودين، لا في متطوعين كمان من مبادره حياه كريمه موجودين هنا النهارده عشان يؤذروا المنتخب المصري ويشجعوا المنتخب المصري، مش بس مصريين لا كمان زي ما قلت لك الافارقه كمان هنا قاعدين معانا في نفس المدرجات رافعين اعلام مصر لابسين تيشيرتات مصر وبيشجعوا المنتخب المصري، ويمكن السمه الرئيسيه او الشريحه البارزه في الافارقه بنتكلم على جمهور الكاميرون موجود ويعني متكاتف معانا، والناس بتستقبلنا بانسحاب شديد جدا يا يوسف منزلنا المطار في العاصمه الكاميرونيه بشكل عام، والناس استقبلنا استقبال في نوع من انواع الحفاوه، ناس مبسوطه، كلمه واحده بس عندهم وهم بيستقبلونا دايما بيبصوا لنا بابتسامه كده يعني شديده السعاده قوي بيقولوا لنا كلمه واحده بس، مو صلاح. فمو صلاح هو ايقونه حقيقيه موجوده هنا، صحيح يستحق بصراحه بالظبط في الكاميرون بشكل عام، مو صلاح يعني ان شاء الله مو صلاح برضه هيحسمها وهيجيب لنا جول. ابو حميد انا بشكرك جدا 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 على المكالمه وعلى المتابعه معاك، ومش عاوزين نتقل عليك ونفسد عليك متابعه الماتش من قلب المدرجات بالكاميرون، باذن الله يجعل وشك حلو على مصر كلها ويجعل كل اللي حضروا كمان وشهم حلو على منتخبنا وفرقتنا المصريه. طيب